انا نغوت لها حياز حياز اجي هاد 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 اللفت هادي ملي كنت قتها جاتني عرفتي ماشي كاع نورمالمون كيقولوا الكباب الكباب شي حاجه. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نقدم لكم الوصفه اللي كنت وعدتكم بها ديال طون ديال العلب اللي كنشريو من الحانوت، نحضروه في المنزل ديالنا ويكون طبيعي ومكونات طبيعيه وموجوده في المنزل. دائما كنقول لكم اللي متواجد في الدار وسهل وسهل باش نحضروه دغيا، يعني تبعوا معايا باش نقدم لكم المقادير ديال طون اللي في العلب، وبقاو معايا نعطيكم مقادير وطريقه التحضير ديالها. دابا غادي نعطيكم المقادير ديال هاد الوصفه السهله متناول الجميع. انا غادي نبدا دابا بسم الله. عندي هنايا معلقه ديال الكمون صغيره ما عمرهاش بزاف، وهذا قزبر يابس حتى هو معلقه صغيره، ونص معلقه ديال الابزار، ومعلقه كبيره ديال الخل، وملحه حسب الذوق، وهاد موسمات هاد اللي بغى اختياريه اللي بغى يديرها اللي ما بغاش، وهادو ريقه سيدنا موسى، ومعلقه الزيت الهنديه. دابا غادي نبدا وغادي دابا غادي نديرو معلقه كبيره ديال الزيت البلديه، معلقه صغيره ديال الكمون عامره مزيان حيت الكمون كيعطي واحد الطيبه زوينه، وهذا قزبر يابس. عرفتي راه عندي واحد المشكل ديال القزبر والمعدنوس، راه كنتلف فيهم بالعين باش نعرفهم، وباش بالسميات راه والو. المعدنوس كنقلبو قزبر وقزبر، زعما راكم غتضحكوا عليا. ونص معلقه ديال الابزار، واللي بغى يزيد الهريسه يزيدها داك الشيء اختياري، ومعلقه كبيره ديال الخل. والله العظيم راه كيجي زوين هاد الطون معلب اللي كنشريو من الحانوت، واخا كتشري حتى ثلاثه البواطات ما كيديروا حتى حاجه. ودابا غادي نخلط هاد العناصر، بعد الاخوات كيقولوا لي عرفتي كتغيبي بزاف وما كنشوفوكش بزاف وكثري لنا الوصفات وديك الشيء، راكم عارفين غير مع الوليدات والمدرسه والضغط ديال حياه الله يكون معنا وصافي. غادي هادو حتى التالي عاد نسمو بهم. دابا نتوما هاد الطون راه ما حيدتلوش، كيسميوها كبايله، المهم ما حيدتلوش العود حتى كنفورو بسهوله كيتحيد، يعني دابا الا حيدناه غادي شي حتى هاد الشويكات هادو كيتحيدو. المهم هكا كنشرملو هكا، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي. نضيفو لهم هاد الملسمات، دابا يتفورو معاهم باش ما غاديش يطرطقو هادو حيت راهم حارين، غير ملي كيتفورو كيعطيو ديك الطيبه ديال الفلفله معاهم. دابا غنديرهم في الكسكاس ديال الكوكوت ونسد عليهم ربع ساعه يتفورو، ومن بعد نجبدوهم ونوريكم الطريقه ديالهم. بعد ما شربات الاقامه ديال العناصر اللي درنا، هو راه ربع ساعه تقريبا وتبقى مرقده فيهم باش كتدخل فيهم داك الاقامه ديالهم، وغنديرهم دابا يتفوروا في الكسكاس. الكسكاس نديروا الماء في الكوكوط ونديروا الكسكاس، وراه عنده بزاف ديال الطرق كل واحد وكيفاش كيوجدها. المهم انا اختاريت معكم هاد الطريقه بسيطه وسهله، دائما ببساطه واسهل حاجه باش حتى واحد ما يعجز، تجي سهله. ونديرو دابا يتفور دابا ربع ساعه ونرجع معاكم ديك الساعه نكملو
الطريقه. درناه يتفور، بعد ما درناه يتفور غادي نجيبو ديك الثومه بودره، حيت ما كتكونش مجهده بزاف، ماشي بحال اللي هذيك خضره كتعطي الريحه مجهده وتبقى عاطيه النكهه ديالها مجهده. كنرشوها غير من الفوق هكا، كتعطي واحد البنه زوين. اللي ما متوفراش عنده يدير الاخرى العاديه، المهم حسب اللي موجود. وها نتوما معايا من بعد ما دازت ربع ساعه، ادي ربع ساعه راني ناقصه عليها بالمهل. اما الا بغيتو يوجد بسرعه ديروا له 10 دقائق، حيت دغيا دغيا كيطيب. راكم عارفين الحوت دغيا كيطيب، واللي بغى يديروا في البرمه في الكسكاس راه حتى هو صالح. المهم انتم غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نقيه ونحيد له ديك السنسول بسهوله، لان ما بغيناش نحيدوه هو خضر، كتحيد منه اللحم المهم غايب رصدك وصعيب. اما الا حيدتي هو طايب، انت غادي تشوفي معايا الطريقه كيفاش غنزول له بواحد السهوله داك السلسل ديالو وديك الشويكات اللي كيكونوا كيبرزطو غتحيدو، وغادي نكملو. هاهو من بعد ما وجدنا الطون ديالنا وحيدنا له داك القشيرات ديالو وداك السلسل وداك الشيء، هاهو وجد، كيجي زوين وبنين. وإلا بغيتو تخزنوه جبتو شي كميه كثيره كبيره، كتاخدي ديك القراعي كتعقميهم، راه الطريقه ديال التعقيم كلشي كيعرفها، وغادي تخزنيه وديري فيه ديك وريقه سيدنا موسى وديك فليفلات حارين وزيت النباتيه، وديري القياس اللي بغيتي وكتسدي عليهم مزيان حتى وكان كتبغي تجبدي تخدميه ومن بعد كتجبديهم. هادي انا دابا ما غاديش نخزنو حيت غادي نستعملو، ما جبتش بزاف دابا، دا غنزيدو منين بغي نخدمو نزيد مع شويه الخل وشويه الابزار وكنقدمو مع السلطه. وبالصحه والراحه، ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه اللي سهله وبنينه، ونتمنى تجربو هاد الوصفه هذه لانها سهله وبنينه وسريعه، وتقدم مع جميع الوجبات، ساندويتشات للدراري. المهم نتوما لكم الاختيار، عايشه تقدموها، وراه كيجي بنين، ما كتجي فيه لا زفره لا ريحه لا والو، والله العظيم كيجي غزال. وبالصحه والراحه. ومن بعد ما داك الطون اللي كنا فورناه وقلت لكم تحتفظوا به الا بغيتوا زينوا به السلطه ديالكم، انا زينت به هاد السلطه قدمه، وعاوتاني شلطت واحد البصيله وجمرتها انتوما معايا، وشديت داك الطون ها ومع ديك وريقه سيدنا موسى والحار، وكيجي غزال. ها المكونات ديال هاد الهبه، البصيله مشحره بالثومه والقزبر، ايوا عاد كتجمر مزيان، عاد كنرميو فوق هذيك الطون اللي كنا فورنا. كيجي بحال الطريقه لادن اللي كيتسوي، كيجي غزال مذاق. وكنتمنى تجربوا هذه الطريقه، هذه سهله وبسيطه بزاف وفي متناول الجميع. اللي ما حتى الوليدات الصغار كاين اللي كيتنقى ما كيبقاش فيه الشوك كيولي ياكلوه، ياكلوهم الحوت الاخر. انا الوليدات الصغار صار المشكل عندهم في الحوت ماشي الابيض، السردين الازرق ازرق، كيقولوا السردين الازرق كيكون عندهم مشكل هو داك الشوك الرقيق. دابا هذا ملي كتسخيه وتحيد له داك الشوك كيولي ياكلو عادي بحال لا داند. عرفتي راه والله العظيم ما نقولكمش، هاد الوجبه هادي راه ديروها في العشاء ديروها في الغداء في اي وقيته، انا راني اكتفيت بها هاد النهار في الغداء حيت انا صايمه هاد النهار الله يقبل، وقلت شنو غندير لهم، هاد الشيء كان عندي متوفر واجد، ورفقت لهم بشويه الفيته المحفور، هاد اللفت المحفور شرملتها بالثومه والقزبر وشويه التحميره وشويه الكامون، وراه دابا الوقيته ديال هاد اللفته هادي، استغلوها كلوها راه صحيه زوينه. انا ولادي راه ما غياكلوهاش صولتها غير لرشيد. ايوا وكنتمناكم تجربوا هاد الوصفه ديال الطون، تستغناو على الطون ديال الحانوت مصبر، ماشي صحي وماشي زوين، وهانتوما جربوها بالبصيله مشحره ومع هذا بحال الشيء كيجي بحال الصدر ديال الدجاج، والله العظيم كيجي واحد المذاق غزال. وجربوه
وردوا عليا في الكومونتير، ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه. ما تنساوش احبائي الاعزاء الكرام تشتركوا في القناه بالاشتراك وتفعيل الجرس، والى وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم. شهية طيبه. السلام عليكم. انا دابا كنتغدى وبغيت انني مثلا نشارك معكم واحد الملاحظه لاحظتها، وسبحان الله العظيم قلت لودي صورني وغادي نغوت الحياه السيده اللي صوبات هذه الوجبه، بغيت نسولها لان زيد خرجني لان اللي اثر انتباهي هذه واش لفت هذه اللفت المحفور، سبحان الله العظيم هذه اللفت المحفوره هذه وانا كناكلها خلاص مع هذا الاخر شي الكباب ديال العيد، ديك الكبده اللي كدور عليها الشحمه وتاكلها، سبحان الله نفس النغمه. وبغيت نسولها واش دارت فيها شي شحمه ولا دارت فيها شي حاجه، انا نغوت لها حياه حياه. اجي هاد 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 اللفت هذه ملي كنت قتها جاتني عرفتي ماشي كاع نورمالمون كيقولوا الكباب شي حاجه زوينه، انا جاتني النغمه ديال ديك الكبده ودايره بها الشحمه، واش درتي فيها شي شحمه ولا درتي فيها شي حاجه، انا بعدا هذه هي النغمه ديالها. دابا هاد اللفت المحفور غير ما كيعرفش القيمه ديالها، راه فيها واحد الطيبه وواحد النكهه وصحيه لاكثر درجه، لان انت ما كتبغيش تاكل اللفت دائما كنقول كل لفت ما كتبغيش، ودابا ما يكليش. انا هذه دابا جاتني بحال شوف علاش شوف انا زعما ماشي دابا كنبغيت ندير الفيديو ولا شي حاجه، قسما بالله العظيم الا شديتي شي واحد وغطيتي له عينه وعطيتي هذه تذوقها غادي يقول لك هذا الكباب فيها الريحه ديال الشحمه وفيها الريحه ديال الكبده. شنو درتي فيها دابا هذه؟ عطينا الوصفه ديالها شنو درتي فيها؟ سلقتها نقيتها وسلقتها وقطرتها من الماء، شديت الثومه والقزبر والكامون ومليحه وشحرتيها وجمرتها مزيان بزويته بلديه ونقصت عليها البوطه وتجمرات مزيان وهي تعطيها انا هذا هو اللي ثار انتباهي هو ان سبحان الله المنظر ديالها دايره بحال الشحمه، ديرنا شوف سبحان الله دايره بحال الشحمه وهي راه غير لبس محفوره، قسما بالله العلي العظيم الى الريحه ديال الكباب سبحان الله العظيم. دابا وقتها هذه استغلوها وكلوها والله العظيم راه سهله. واش هي طيبه وهذا غير بغيت نزيد لكم هذا الخل، انا بغيت ندخلها في الفيديو كيف ما بغات تجي واش هي طيبه، وسمحوا لي على هذه الدخله اللي دخلت لكم في هذا الاخر، والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونكمل الغداء ديالي يلا الله يعاونكم.